مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حوار مع رئيس نادي رجاء البغاز سي محمد العاطفي. مرحبا. مرحبا سي محمد العاطفي. ثلاث مقابلات انتصرتم فيها في كاس العرش، الان المقابله الرابعه قبل الدخول مع فرق صفوة، شنو كيعني لكم هذا؟ بالنسبه لنا حنا ماشي بخوطة، ولكن ما نكروش الفريق الخصم اللي غنلعبوا معاه اليوم، لان حتى هو تاهل بواحد العانه وقدر بانه يحقق نتائج ايجابيه برا الدار. ماشي النتائج ديالو ما كانتش مفاجئه، لانه لاحظنا بهذا الموسم هذا بانه لاعب بواحد احترافيه كبيره وباغي يمشي مزيان، ونتمنوا له التوفيق حتى هو في الكاس. كيفاش كتشوف الاداء ديال الانديه ديال القسم الثالث الممتاز مقارنه مع الانديه ديال طنجه، مقارنه مع الانديه اللي خارج طنجه، تطوان وفنيدة وقصر؟ احنا كنعرفوا بان من ناحيه الخزان اللاعبين كاين عندنا احنا هنايا، حتى في القسم الوطني الثالث ولا في القسم ديال الممتاز كاين خزان، ولكن مشكل عندنا احنا ديال التسيير، ومشكل ديال التمويل ديال الفريق. عندنا مشكل، فرق كامله ديال طنجه كتعاني من هذا التمويل هذا، واذا شتي شي فريق ماشي مزيان راه غير بالتضحيات ديال اللاعبين وديال المكسب باش كيقدر يقاوم ويريزيستي الضغط ديال البطوله. بالنسبه لي من ناحيه الجهاد العمل كاين ما كايناش؟ على حسب اخر تقرير اللي عندنا بان ما كاينش ميناح، لان السي الياس العمري الرئيس ديال الجهه صرح بان بالنسبه لي هو ما يقدرش يعاون الفراقي، وكاين عنده مناطق اللي هي معزوله ما فيها لا ما لا والو، اذا قال لك هو الرياضه ما كيعترفش بها. وحنا كفرق ديال القسم الممتاز طلع منا طلب اللقاء معاه، ونطلبوا على الله بان تكون كاين شي حوار معاه يقدر يخرج من خرجنا من الازمه هذا، سينو راه غادي نضطروا باننا حنايا نوقفوا كاملين، لان ما كاين لا منح لا ديال الجهه لا ديال الجماعه، كلشي لو جام شي سفر بعيد مثلا. واش باش نقول لك، احنا كنديريجيو ماتش لا من الناحيه التقنيه ديالو ولا من الناحيه الماليه ديالو، فالمهم الفرق هما يدوزوا وتكون التمثيليه عندنا من طنجه. وحنا بالنسبه لنا كازوس النجاح ولا كازوس البوغاز راه حنا غنساندوا الفريق اللي غادي يطلع، لان اللي مهم عندنا هو عاد تكون التمثيليه من طنجه في هذا في هذا في هذا القسم هذا، وشكون ما طلع حنا مستعدين نتعاونوا معاه من جميع النواحي. سي محمد العاطفي شكرا، كنتمنى لكم التوفيق. بارك الله. شكرا.